متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا بكم في بث مباشر عبر صفحة اليوم السابع وبث جديد من هنا من محافظة قنا وبالتحديد من جنوب محافظة قنا، رغم مرور العديد من السنوات على ايام الفتوات ولكن ما زالت موجودة الى حد اليوم الشوم والعصا يستخدمها المزارعون والقنائيون في استخدامات متعددة، حيث يعتمد عليها المزارعون في أعمال الزراعة وتصبح يعني كسلاح لهم في أوقات الليل. معكم من خلال البث نعرفكم أكثر على أنواع الشوم والعصا وكيفية الصناعة مع العم الضوي الذي يعمل في ذلك المجال ويعتمد عليه كدخل رئيسي. عرفنا بنفسك. البداية محافظ قنا مركز قوس. قوس نفسها. قول لي شغال في بيع العصا الناس من حوالي سنة ونص كده. في المواشي. تمام. الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هي اسماء. طب قلنا كده عرفنا دي. ده المحلب، شوبة محلب. شوبة محلب وذا خرزانة وزيري ودي المال قيد المال الأصلي خرزانة مال دي مال الأصلي يعني دي الأصلي الباقي ده خشب في زان من جوا ده خشب بس فيه حتى الزان يعني مطعوم بالزان ودي بتاعت الجماعة الكبار اللي متعكزوا عليها فالقن دي من خشب الحكاية دي زرع هي دي زرع مطاية من برا فيش عندنا مصر مش مزروع لا مصري لا من الشريعة ما يجيبوها جماعة التجار بالمئة حتة وتلتمئة حتة وخمسمئة حتة والألف حتة أول ما يطلع من زرعه يحطوه في النار في بلاته عشان عندنا ما يزرعش تلقى العساية كده في حرقة حاجة يعني ما جربتش تشوف زرع مشابه لا ما يزرعش عندنا أصلا أول ما طلعوه من عندهم يحرقوه عندهم نار يفرضوا العصي العسل المعوج يفرضوها بس هنور المشاهدين الانواع ثاني ولا نرجع ماشي ماشي اعمل هاي التقيله دي مالي بيها يعني أنواع متعددة من الشوم والنبوت كل نوع بسعر مختلف وبخامة مختلفة اعتمد عليها هنا القنائيون في أعمال متعددة وهي تراث يعني تراث صعيد قلنا الإضافات الحاجات دي الجلود اللي احنا شايفينها الجلبة دي أنا مركبها دي انا مركبها دي اهي انا مركبها وحط لها مسامير كده دي
الجلود دي بتستخدمها من فين؟ من جماعة الجزازرة اشتريها. هذا المسمار اكبر العصاية. ده المسمار اللي بتثبت بيه؟ مثبت بيه من غير اثبات عادي. لو ما فيش مسامير برضه عادي، بس ده اسمه زوجة يعني. المسامير اللي احنا شايفينها. ده زوجة ده. ايه الادوات اللي بتستخدمها؟ الشاكوش والمنشار والمبرد. مبرد بالاضافه للمسامير. للمسامير والعصا قطعها. طب نقول للمشاهدين كل الانواع الموجوده عندك متوسط الاسعار يعني بتبدا من كام؟ والله كله على الناس تعبان دلوقتي. يعني من كام لكام؟ 150 ل 140 ل 130. تمام. انظف نوع؟ انظف نوع انظف نوع ب 150 الشوب المحلب. المحلب. الوزير ممكن ب 140 ب 130 اهي. 150 دي الناس بتستخدمها في ايه يا عم الدول؟ الناس بتستخدمها في الافراح. واحد اللي مزاج يمسك له عصايه، واحد عشان خاطر الزرع يروح بيها الزرع. ليها مواسم معينه يعني مثلا الناس بتقبل على شراء مواسم معينه؟ في اكثر حاجه في الموالد. في الموالد. اما هنا بعنا واحد بعنا اثنين، ممكن واحد ما يبيعش حاجه هنا ويروح. اكثر حاجه الموالد معانا، روح الموالد. تستخدمها في ايه في الموالد؟ الافراح للدوره. شباب حلو ياخذ له عصايه يمسكها. هي تراث صعيدي يعني حتى التصنيف طبعا لعبه التصنيف بتعتمد على الشوبه. لعبه العصا الشوبه يعني في الموالد. في الموالد اكثر حاجه. الموارد تستخدم بالتحقيق. تشتريها تقول لك انزل بيها بكره الدورة الشباب. 150 ماشي، 130 ماشي. يومك بيكون من امتى لامتى؟ ممكن ناخذها ثلاث ايام في الموالد، اربع ايام في الموالد. ساعات ما نبيعش. في الايام العادية؟ الايام العادية تبدا من الساعة 8 لحد الساعة 1 بعد العصر في رمضان. تمام. وبعد رمضان يعني بعود علينا لك بخير. في الفطار نقعد يعني الساعة 8 نمشي مع المغرب مع العشاء تبع المواصلات ما نلقى مواصلات. تمام. شكرا. اي خدمه يا باشا. اي خدمه. كان متابعينا كنا معكم من خلال الباص لعرض الانواع المتعدده من الشوم والعصا وكيفيه استخدامها واستمرار الصعايده على الشراء وخاصه في الموالد وفي العاب التحطيم.